أنا لما أقول محتاج لكم كلكم تقولوا حاضر وتسمعوا الكلام. دي أصلها حاجات في دماغي أنتوا ما تفهموهاش. بعد نصف قرن من العطاء الفني، رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان الكبير صلاح السعدني، عمدة الدراما المصرية وصاحب التاريخ الممتد لأكثر من 200 عمل فني ما بين الدراما التلفزيونية والمسرح والسينما. أثر فني وإنساني كبير تركه السعدني في وجدان أجيال تربت على أعماله وأدواره الخالدة. فمن ينسى شخصية العمدة سليمان غانم في ملحمة ليالي الحلمية التي صاغها قلم العملاق أسامة أنور عكاشة؟ من منا لا يتذكر حسن أرابيسك الفنان الأصيل المعجون بروح الحارة المصرية؟ ومن هنا لغاية ما تسافري بالسلامة. أي خدمة؟ أنا تحت أمرك وراهن الإشارة. عشرات الوجوه تنقل بينها العمدة ليسطر تاريخا من الإبداع والأعمال المحفورة في ذاكرة الأمة. كان حضوره طاغيا في سينما أكتوبر، وتحديدا في فيلمي الرصاصة لا تزال في جيبي وأغنية على الممر، وغاص مع العالمي يوسف شاهين في هموم المصريين في فيلمي الأرض واليوم السادس، وشرح وحلل تحولات المجتمع في الثمانينيات عبر أفلام جريئة مثل الغول وزمن حاتم زهران وقضية عم أحمد. طيب إذا نفر منكم اتنيل على عينه بحموريته وبغبائه وبجهله وقال كلمة كده ولا كده، يبقى الذبح فيه حلال. ايوه يمسك. عاش العمدة في بيوت المصريين، شاركهم أفراحهم وأحزانهم، وروى حكاياتهم في مسلسلاته بداية من أرض الرجال والعطش والضحية وأبناء الأعزاء شكراً، مروراً بملحمة ليالي الحلمية وثلاثية نجيب محفوظ السكرية وقصر الشوق وبين القصرين ورائعة أرابيسك وأوراق مصرية ورجل في زمن العولمة وحلم الجنوبي. دول تلفزيون القناة الخامسة، تلفزيون اسكندرية، دي بلد الاسكندر الأكبر. ولم يكن العمدة بعيدا عن خشبة المسرح وتحديدا مسرح الدولة، حيث سطر مشوارا مضيئا بروايات ستظل حية بين كلاسيكيات المسرح المصري مثل الملك هو الملك وثورة الموتى وزهرة الصبار والناصر صلاح الدين. رحل صلاح السعدني وبقيت مسيرته جزءا لا يتجزأ من تاريخ الفن المصري وصفحة مضيئة في موسوعة المبدعين المصريين إلى أبد الدهر. طيب يا محمود بيه، شكر الله وسعيك.